السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع بروج سكاي لايف، هذا الشقة في المنتصف 167 متر مربع. أول ما ندخل الصالة والغرفة في الواجهة، على يمين على طول المطبخ، طبعا تسليم مفتاح بالكامل. هذه الإطلالة من البلكونة للمطبخ، إطلالة على البحر. ثلاث غرف نوم، ثلاث دورات مياه. أيضا هذه الغرفة طالعة البحر على الطبيعة للوادي. هذه الصالة الرئيسية، مساحتها كبيرة 5×6 تقريبا. لها إطلالة جميلة جدا على الوادي والبحر. غرفة النوم الرئيسية، طبعا لها دورة مياه خاص فيها، لها أيضا بلكونة مطلة على البحر والوادي. تفاصيل تواصل معنا، الأرقام الموجودة.